الرقميه النشر عبر الانترنت وفي اشكال كتير وتاثيره على الادب. يعني اظن انه هو في مصر اكتر من ربما لبنان او سوريا او اماكن اخرى. يعني كان دايما اللغه المحكيه حاضره في الادب بشكل كثيف وبسيط، يعني ويمكن لانه بسبب التاريخ الاعلام يعني العربي اللغه المحكيه كمان كانت مفهومه. ف يعني مفيش قلق زي القلق المغربي مثلا انه اذا الواحد عمل فصل كامل او فقرات كامله بالعاميه القارئ ما يفهمش. لكن اتصور انه النشر الرقمي عبر الفيسبوك والتويتر وقبلهما المدونات اللي هي في فترة من الفترات لعبت دور الصحافة البديلة في وقت كان في مصر، يعني في وقت كان الرقابة على الصحافة شبه كاملة، ما كانش في أي مخرج حتى للكلام عن الأحداث، يعني عن إنه مثلا مظاهرة قامت في المكان الفلاني وتم قمعها. اللي كان بيقوم بالدور ده كانوا المدونين. وطبعا ما كانوش بالضروره يعني بيعرفوا لغه عربيه كويس ولا عندهم خبرات في الكتابه. انا بشوف انه ده اثرى لغه الادب مش العكس. يعني ممكن حد تاني يقول انه عمل لها تسبب في تآكل، يعني في تآكل الفصاحه والبلاغه، بس انا بشوف انه اثرها لانه قربها مش بس من العاميه المحكيه بس كمان من حتى اخطاء الفصحى. يعني بقى في مجال اصطلاحي للخطا، واعتقد انه ده شيء مثير جدا في الابداع في الكلام بتاعي. الحاجه الثانيه اللي عايز اتكلم عليها يعني ما يسمى في مصر خطا في تصوري في زمن الروايه، هو احنا كان عندنا حركه شعر نثري، يعني شعر مكتوب من غير يعني بلا اي صله بالعروض، بعروض الخليل يعني في التسعينات كانت يعني لم تكن ناجحه على المستوى المادي، بس كانت مؤثره جدا وكانت لحظه تحرر حقيقيه يعني غير مسبوقه في مصر من قواعد الكتابه ومن انواع معينه من السلطويه في النظر للادب. والحركه دي لم يحتفى بها يعني لاسباب كتير، واكثر اربابها هجروا يعني او بطلوا كتابه او كذا. يعني انا روايتي الاخيره في جزء منها محاوله تاريخ للفتره دي يعني. لكن طرحهم للافكار الفرديه والانتحار من السلطويه والمعاصره والمباشره وهكذا، اعتقد انه تسرب يعني ربما عبر الانترنت عن طرق غير مباشره للخطاب اللي مهد للثوره، يعني اللي مهد للانتفاضه، واللي هو طبعا يعني ثبت بشكل اخر لا جدواه دلوقتي بس ده موضوع تاني. لكن يعني كان مثير بالنسبه لي انه جيل التسعينات اللي هو غير مسيس وضد السياسه بشكل عنيف، يعني هو في الحقيقه اللي قدر بسبل غير مباشره انه يخلق مساحه اجتماعيه يحصل فيها تمرد حقيقي اهلي، مش بحجه فلسطين ومش بحجه القوميه العربيه ومش بحجه الاسلام السياسي، وانما يعني بحثا عن الحقوق والحريات المباشره للناس اللي عايشين والناس اللي نزلوا خطوه في حياتهم. واتصور ان البعد عن الادلجه والبعد عن السياسه والمقاومه ده ساهم كتير في خلق المساحه دي ولو بشكل غير مباشر. دي الحقيقه الحاجه الثالثه. انا نقلت من الحاجه الثانيه للحاجه الثالثه اللي كنت عايز اتكلم فيه، انه في مصر كلام كتير قوي عن الهوايه وانه هي الجنس الادبي الوحيد وهي الجنس الادبي المحتفى بيه، لكن للاسف الشديد في تصوري مفيش روايات. يعني هو في كتب تقدم على انها روايات وفي كتب لا تقدم على انها روايات وغير محتفى بها ادبيا، وفي روايات قليله جدا. الكلام عن الروايه اكثر بكثير من ممارسه الروايه بحسب فهم الروايه.
ومعرفش اذا كان في نفس الاشكال في المغرب العربي يعني في تونس او الجزائر او يعني انا يمكن معرفتي بالمغرب اكتر شويه وما اتصورش ان في مشكله دي في المغرب يعني انه ما فيش يعني انحياز جنس ادب دون اخر وما فيش ادعاء الروائيه يعني كشروط تقنيه او تكوين سردي لكن في مصر لفتره طويله يعني كتب السيره وكتب المذكرات وحتى الكتب اللي ممكن نقول عنها كتب مقالات يعني اسيز بالانجليزي بتقدم على انها روايه. وطبعا بعد الاحداث السياسيه الخلافات والنقاشات في المسائل دي بخفت كتير يعني وبقى كل الكلام عن الكتب السياسيه والاحداث والخلافات اللي بين المعسكرات يعني السياسيه والانقسامات في المجتمع وكذا. لكن انا شايف انه بعد سنتين او اكتر ممكن نرجع نطرح يعني مكان الروايه من المجتمع العربي في صلته بفكره المدينه. وانه اتصور انه مثلا في تونس ومصر من البلاد اللي حصلت فيها الثورات غير ليبيا واليمن مثلا وغير سوريا بس لاسباب اخرى. الانتفاضه خرجت نتيجه وعي مديني. خرجت نتيجه يعني ادراك لتناقض الحياه المدينيه مع الوضع القائم. اتصور انه الحياه المدنيه التعبير الادبي عنها الاوقع يعني هو الروايه. ولذلك يمكن فقر الروايه او الفقر الحقيقي في الروايه على عكس ما يبدو يعني بيعكس فقر الحياه المدنيه في شمال افريقيا. وشكرا. سؤال يعني ما بعرف تصورت انه اللقاء مش يكون هو يعني خلي يعني اوكي ممكن تكون مساله عشوائيه شويه معلش يعني انا حاسس بحاجه لان انا عندي وجهه نظر في الموضوع ولاني بكتب فمش عايز اتدخل فانا عامل نفسي مقدم يعني كده فانا رايي انه كل واحد يقول جمله وبعدين ممكن نفتح حوار بينكم في وقت قصير ونفتح حوار. طيب نبقى على الايقاع هذا وطبعا يوسف اعطاكم تصور على ما يجري في مصر. خلينا ناخذوها مساله قطريه بس كل واحد ياخذ المدخل اللي بيحبه. انا يعني اريد ان اشخص ما المشهد الروائي التونسي انطلاقا من وجهه نظر ربما ستكون غريبه بعض الشيء. انا صدرت روايتي الغوريلا هذه الاخيره بقوله لاحد شطار تونس عبر تاريخها. وهو اشهر طبعا اشهر بالفرنسيه يسمى باندي يذكرنا بالشطار والعيارين وطبعا الفتوات في مصر وهو علي شورب. وعلي شورب هذا اشهر يمكن الشخصيات التي عرفها تاريخ التونسي. يقول له قوله شهيره جدا جعلتها تصدير لهذه الروايه: انا الحاكم ما نستعرفش به، يعني انا لا اعترف بالحكومه. وانطلاقا من هذه القولة يمكن أن أتحدث عما جرى من أدب في تونس، المشهد الثقافي والمشهد السياسي عامة. ففي فترة ما كان هناك هؤلاء عالم الباندية أو عالم الفتوات في المجتمع وأيضا في الأدب وفي الثقافة. ومن كما قلنا هذا بيان ميثاق مانيفيست يقدمه هذا الفتوة في نظرته إلى العالم وعلاقته بالسلطة. فهو يقول أنا لا أعترف بالحكومة.
واستمر وجود هؤلاء الكتاب والفنانين في تونس مدة طويلة، وحتى أنه هذا الشخص كان غير مرغوب فيه من الرئيس الحبيب بورقيبة الرئيس الأول للجمهورية التونسية، وكان يشبه به فرنسا عندما يريد أن يذم فرنسا فيقول فرنسا مرمادة كيف علي جوير، بمعنى أنها كلما ضربناها عادت من جديد وعاركتنا من جديد. وطبعا هذا الفتوة كان يعتبر من الصعاليك الشرفاء، لأنه كان يدافع أيضا عن يعني عن حيه وأبناء حيه ضد الاستعمار المستعمر الفرنسي. وكان حطم الأرقام القياسية في الدخول إلى السجن، دخل 1500 مرة إلى السجن. ولكن الآن في الشارع التونسي الشارع الرئيسي تجد هناك من يبيعون الصور الفوتوغرافية، تجد صورة بورقيبة وصورة علي شورب كسعلوك شريف ومات بشرف. مات علي شورب بطريقة مثلت نقلة انتقالية في المشهد الاجتماعي التونسي، لأنه طعن بسكين في نهج القاهرة من المتفرع من شارع الرئيسي للحبيب شارع حبيب بورقيبة. وانتقلنا من عصر الفتوات، الفتوة لا يستعمل السكين والسلاح الأبيض ولا غيره، وانتقلنا إلى صورة أخرى لما يسمى بالبلطجية، وطبعا الشطار غير الشرفاء والسعلوك غير الشريف. ويمكن أن نجترح لهم مانيفست آخر تقفية على هذا الميثاق، هذا يقول أنا ما نستعرفش بالحاكم البلطجي، لا أستعرف ولا أعترف إلا بالحاكم، فهو أداته ولا أداته في ضرب الشعب، عكس تماما صورة السعلوك الشريف أو الشطار والفتو. هذا هو نفسه تقريبا بن علي حكم تونس ليس بالبوليس إنما بالبلطجية، وهذا ما حدث تقريبا في مصر. في نفس المشهد يمكن أن يسحب هذا المشهد على المشهد الأدبي والثقافي عامة في تونس. فعندما وصلت الدكتاتورية إلى تونس متجسدة بقوة في الرئيس السابق بن علي، فوقع حجب هؤلاء الفتوات في الأدب والفنون، والذين هم فنانين بالدرجة الأولى ينتصرون للفن وللأدب وحده وللفكر أيضا، ليقدم لنا بلطجية أدب، بلطجية سينما، بلطجية مسرح، ويبقى هؤلاء الشطار في الهامش يقاومون هذا الدكتاتور. هذا تقريبا ما هو موجود في تونس في المجال الروائي. من كان يتصدر المشهد الروائي في تونس والذين يسافرون ويمثلون تونس في الخارج وفي معارض الكتب في العالم العربي تحديدا ترسلهم الحكومة، ولذلك هم لا يمثلون تقريبا ولا يعرف الوطن العربي أسماء الروائيين. يعني أنا تفاجأت وأنا في أبو ظبي بوجود أحد أعوان السفير، فجاء في الحفل البوكر اللي ترفع حفل البوكر وفتح ورقة وقال لي لا أدري لماذا لم أسمع بوجودك هنا، لي اسمين فقط، هناك حسين الواد المرشح للبوكر، وهناك أيضا فتح المسكين المتحصل على جائزة الشيخ زايد، واسمك ليس موجود. وماذا أفعل لك؟ أنا ضيف معرض الكتاب. وهل إلى متى ستتواصلون؟ من سيقول لك؟
هذه الجماعة. إذا ما زلنا نتصرف بمنطق الجماعة وأعمارها لخوص. الروائي الجزائري يعلم هذا جيدا. عندما كنت ضيفا يوم الأيام في معرض في أحد المعارض في إيطاليا، وبعد أن ألقيت مداخلتي جاءني أحد ممثلي القنصلية التونسية، السفارة التونسية، وعرف نفسه بعد أن ألقيت مداخلتي، وهي شكل من أشكال الرقابة التي تسلط على هذه المجموعة. إذن في المقابل هذه البنتاجية الأدبية الموجودة، هناك كان مجموعة من الروائيين يقاومون هذا المشهد، وأذكر منهم، لا أريد أن أكون هنا ولا أذكر، كمال الزغباني أحد الروائيين التونسيين الذين قاوموا الاستبداد بروايات شهيرة في تونس، كانت في انتظار الحياة، وعبد الجبار العش صاحب محاكمة كلب، صاحب رواية وقاع المدينة الغريبة. كل هؤلاء كانوا ينتصرون إلى الأدب فنيا جماليا، ويقاومون هذا المشهد السياسي يعني العصيب جدا بعملية المراهنة على الفن وحده. ومن هنا ربما هبة الدكتاتورية أن نتحايل على الرقابة، كيف نخرج أعمالنا الأدبية التي هي تمس مباشرة العصب السياسي، ولكن كنا نتخفى وراء تلك الجماليات الأدبية، وإن كنا دفعنا بعد ذلك ثمنا، لأنه المخبرين الذين يتعاملون مع الحكومة هم أيضا كتاب، أو لنقول أنهم كتبة. شكرا.